عليكم، سميتي زين بالبصري، عندي 21 سنه، التحقت باكاديميه الطيران المغربيه اللي كاينه في بن سليمان سنه 2018 مور ما خديت الباك ديالي اللي كان سيونس فيزيك. صراحه انا فرحانه بزاف حيت انا ضمن هاد الاكاديميه هادي، حيت كان الحلم ديالي من الطفوله ديالي وانا كنحلم بهاد الدومين هذا. او ديبي صراحه لقيت شويه ديال الصعوبات كوني بنت، وحنا عارفين باللي الدومين شويه ما فيهش البنات بزاف، مي ابري ما لقيتش بزاف ديال الصعوبات صراحه. كان كلشي عادي بحال اي فورماسيون اي واحد غيبدا فيها، في الاول كيكون شويه ديال الصعوبات، مي ابري كلشي كيكون هو هذاك، وان شاء الله كنحلموا هنا القدام يكون شنو غيكون. معكم أسعيد محمد من مابا. مابا هي ليكول دو بيلوطاج اي مانتينونس بور لي ميكانيسيان. عندنا دو زاغريمون، عندنا اون اغريمون ديال دي اس ماروكان مغربيه، وعندنا اغريمون ديال ليازا اوروبيان. دونك هاد لي فورماسيون هذا سو في اون 24 موا. بالنسبه لي زيليف اللي تيدخلوا، عندنا تيدخلوا من 18 عام الفوق، يعني 18 عام وما فوق. شنو هي النقطه اللي كتعتمدوا عليها ديال المستوى الدراسي؟ المستوى الدراسي عندنا النيفو بكالوريا. النيفو بكالوريا خصو يكون سيونس، بشرط يكون سيونس. علاش؟ لان عندنا دي موديل اللي فيهم المات والفيزيك، خصو يكون الدري عارف باش يدوزهم. هاد لا فورماسيون قلنا تدوز تيوريكمون وبراتيكمون. فهاد الورشه هادي اللي هنا هي ديال البراتيك، اللي فيها ديفيرون تيب ديال الماتيريال، فيها كاع اللي يقدر الطالب يبغيها، وغادي كاين عندنا في البروغرام عندنا هنايا. زائد ملي تيسالي تيدوز الطائره اللي تيدير البراتيكا براتيكمون سير افيون، تيحيد الماتيريال ويردو سير افيون. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ضحى بن برش من مدينه وجده، العام 20 سنه، انا طالبه باكاديميه بن سليمان للطيران مابا موروكو افيشن برايفت اكاديمي. هاد الاكاديميه تاسست على اثر نهج سياسه الملك محمد السادس وفي الاستراتيجيه الخارجيه من اجل تطوير الميادين، مختلف الميادين، منها ميدان الايرونوتيك، وجات بتعاون مع المملكه الاردنيه. والحمد لله كنلاحظوا بلا كاين تعاون ما بين الدولتين من اجل تطوير هذا الميدان، ومن ناحيه الانفراستركتشر وداكشي كلشي مزيان الحمد لله. وكان احنا هنايا باش نكتسبوا الخبرات من مختلف الربابين القدام اللي كانوا قبل منا، وان شاء الله لما لا حتى احنا نكونوا في المستوى نتاعهم ولا اكثر، باش نزيدوا برايه البلاد القدام ان شاء الله، ونكتسبوا الخبرات نتاعنا باش في المستقبل نتاعنا نطوروا هذا الميدان وبدورنا، وان شاء الله نشرفوا المغرب احسن تمثيل كوسوا على المستوى الوطني ولا المستوى العالمي ان شاء الله. السلام عليكم، معكم بومحطة أيمن، ستاجير بيلوت في مابا، سيتادير مروكو افياشن برايفت اكاديمي. La formation de pilote de ligne se déroule pendant 24 mois, une année pratique, une année théorique. Donc la phase théorique comprend 1300 heures de vol et la phase pratique comprend pardon, 3 phases. Le PPL, le Private Pilot License, CPL, Commercial Pilot License, sur l'IR et l'Instrument Rules.